حضراتكو مفيش شك انه كل الكرة الارضية زي ما دايما بنقول كلنا يعني في الاعلام في الكرة الارضية ان اهم موضوع في الكرة الارضية هو طبعا الحرب اللي موجودة في اوكرانيا وروسيا واوكرانيا وروسيا اللي عايزة يعني اوريدي يحصل حرب في اوكرانيا وعايزة الامن القومي بتاعها تحفظه بحيث انك انت يبقى حلف الناتو يبقى بعيد عنها ما يهددش الامن القومي الخاص بروسيا وطبعا حلف الناتو اللي موجود في الولايات المتحده الامريكيه. احداث كتيره بتحصل طول الوقت حوالين هذا الموضوع. في بعض المباحثات بعض امبارح كان في الجانب الروسي والجانب الاوكراني كانوا قاعدين عن طريق الفيديو كونفرنس بيتحاوروا حوالين ازاي ممكن نحل المشكله، ازاي ممكن نوقف اطلاق النار. امبارح والنهارده استكملوا هذا الموضوع. في بعض الاخبار انه زي ما الولايات المتحده الامريكيه بقالها سنين عامله عقوبات على روسيا وايضا حلف الناتو والاتحاد الاوروبي عاملين ايضا عقوبات على روسيا، النهارده روسيا طلعت وقالت ان في عقوبات ايضا هتفرضها على بعض الشخصيات الهامه في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الزعماء في حلف الناتو. أحداث كتيرة جدا ولكن مستمرة. المشكلة إيه؟ المشكلة إنه الحرب اللي موجودة في أوكرانيا دي بتأثر على الاقتصاد وعلى السياسة بشكل عام في الكرة الأرضية. زي ما حضراتكم عارفين وأكيد حفظنا، كل دول العالم فيها عندها تضخم في كل المنتجات، في كل المنتجات ابتدت أسعارها عمالة تزيد بشكل قوي جدا. وطبعا يعني عايز اقول انه طبعا ده اثر اكيد 100% على الجانب الخاص بجمهوريه مصر العربيه. يعني احنا لسه ما فوقناش ولسه اساسا بنعاني من مشكله وباء فيروس كورونا والسنتين اللي فاتوا دول، وانه اساسا قبل الحرب دي كنا بنقول في كل حته في العالم قد ايه الاسعار عماله تزيد، قد ايه انه المصانع رجعت تاني عايز تشتغل وعايزه تعوض، وفي نفس الوقت اسعار البترول بتزيد واسعار. ما فوقناش من مشكله وباء فيروس كورونا والمشاكل الخاصه الاقتصاديه في كل دول العالم خاص بوباء فيروس كورونا، ولسه بنقول يا هادي عايزين نحل المشاكل. جات مشكله جديده وهي الحرب في اوكرانيا والحرب في روسيا. فطبعا حضراتكم اكيد 100% كل دول العالم بتتاثر بهذا الموضوع ومن ضمنهم طبعا مصر. حضراتكم احنا مرينا بازمات وتضخم قبل كده اذا كان عالمي او داخلي في جمهوريه مصر العربيه قبل كده، قبل المرحله اللي احنا فيها دي. وهي المرحلة اللي احنا فيها دي احنا ملناش دعوة بيها، يعني مش احنا السبب في انه يحصل تضخم عندنا وانه يبقى الاسعار اساسا تزيد في جمهورية مصر العربية زي ما زادت في كل دول العالم. وايضا ما كانش عندنا احنا مش السبب في ان وباء فيروس كورونا ظهر في العالم كله ويبقى في مشكلة ايضا تضخم ومشكلة نقص منتجات غذائية في العالم كله وايضا كانت في مصر. لكن المرحلة اللي هي كانت الحقيقة مصر واجهتها بشكل قوي جدا وهو الإصلاح الاقتصادي اللي حصل في 2016، وفي نفس الوقت احنا كنا عارفين ان احنا هيحصل عندنا تضخم بشكل او بآخر ومصر كانت مستعدة لهذا الموضوع. فمرة كنا عارفين واحنا اللي واخدين القرار عشان ننهض بجمهورية مصر العربية بالإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف الدولار. فدي كانت أول مرة في 2016 ومصر قدرت بأن الشعب المصري أن هو يستحمل هذا الإصلاح الاقتصادي زي ما فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي دايما في كل المحافل الدولية قال ويقول دايما أن الشعب المصري هو اللي استحمل هذا الإصلاح، وعشان كده مصر بنبنيها من أول وجديد والجمهورية الجديدة إن شاء الله. وأيضا نجحت مصر في أثناء وباء فيروس كورونا أن هي تقدر توفر كل السلع وكل الاسعار اللي ممكن ان احنا نقدر كنا ننزلها، وبالفعل نجحت في ان احنا نمر بهذه الموجه الثانيه اللي هي من سنتين وخاصه بالتضخم الخاص بوباء فيروس كورونا وتوقف المصانع وتوقف الاقتصاد في العالم كله.
دول ومدن في العالم كله كانت ما فيهاش حد ماشي في الشارع، ومصر الحمد لله تعدت هذه الموجة أيضا بفضل الله وفضل القرارات السليمة في المسؤولين في عن جمهورية مصر العربية، قدرنا نعديها وقدرنا إن إحنا يبقى كل المنتجات موجودة. المرة الثالثة بإذن الله تعالى إن شاء الله أيضا هنمر بيها اللي إحنا فيها دلوقتي دي، وهنقدر نعدي هذه الموجة أيضا ونقدر نتغلب عليها بكل القرارات السليمة اللي اتخذتها الدولة المصرية من سنوات وأيضا بتتخذها في هذه الفترة، وخاصة من النواحي الغذائية طبعا، وإحنا كمان داخلين على شهر رمضان. الصدف كتير، صدف كتير بتحصل معانا، يعني مش احنا بس مش المصريين بس، الدول العربية كلها والإسلامية، يعني انك انت يبقى بيحصل الحرب قبل موضوع شهر رمضان بشهر، والتضخم وزيادة الأسعار دي اللي في كل حتة في العالم تبقى يعني مع بعض، تضخم ومشاكل حرب وزيادة أسعار مع دخول رمضان. وطبعا رمضان زي ما حضراتكم عارفين كلنا بننزل في شهر رمضان نشتري عدد كبير جدا من المنتجات عشان شهر رمضان والصيام. فالتزامن ده خلت الدولة المصرية تاخد قرارات هامة جدا في الفترة اللي فاتت، وخاصة يوم 15 مارس اللي هو النهاردة، وأيضا في الأيام السابقة، وخصوصا إن احنا يعني حضراتكم أكيد بتقولوا يعني بتقولوا إن احنا نزلنا وشفنا في الأسواق إن في منتجات كتيرة أسعارها إلى حد ما زادت، والرغيف السياحي في مصر مش المدعوم، لا الرغيف السياحي في مصر زاد. الدولة المصرية المرة دي نازلة بكل قوتها في كل محافظات مصر للقضاء على السعر الغالي ونزول كمية عظيمة جدا من المنتجات تغرق السوق بحيث ان السعر ينزل وتكون بجودة عالية. ايه اللي انت بتقوله ده يا اشرف؟ اقول لحضراتكم انه اقول حاجة بس صغيرة كده قبل ما اقول ايه اللي حصل النهاردة في 15 مارس 2022. الاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الاستراتيجية دي اللي هي بنودها 1 2 3 4 5 حوالي 10 بنود اللي مصر اتبعتها بعد 2014 بعد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تولى زمام الامور. هذه الاستراتيجية اللي من 2014 مرور ب 2016 مرورا بالاصلاح الاقتصادي، يعني في 2016 مرورا حضرتك بالسنتين اللي فاتوا دول، هم دول الامكانيات اللي خلتنا ننقذ نفسنا من ان احنا نقع في منتجات تكون قليله، ان احنا نكون في مشاكل في السلع الغذائيه في مصر، وان شاء الله هي ايضا اللي هتخلينا نقدر نتغلب على هذه الموجه اللي احنا فيها دلوقتي. النهارده يوم عظيم جدا ويوم هام جدا. 15 مارس 2022 كان في ثلاث أحداث بتحصل في جمهورية مصر العربية، أنا تخيلتها كده إن الدولة المصرية عندها حالة طوارئ، وكل الجهات الرسمية المعنية بإنه الناس تنزل الأسواق في الأيام اللي جاية وتلاقي كل المنتجات اللي محتاجاها لشهر رمضان وما بعد شهر رمضان من المنتجات الغذائية، حرب ليه ان احنا نوصل ان احنا نقدر نعدي هذه الموجة بشكل قوي بزيادة المنتجات، والمنتجات تبقى بجودة عالية وايضا بسعر رخيص او في متناول كل الطبقات على قد ما بتقدر الدولة المصرية. ولكن بالمجهود اللي انا بحكيه حضراتكم ده، انا بتخيلها ان احنا يعني مصر في حالة طوارئ بنزول كم كبير جدا من المنتجات في كل محافظات مصر. انا مش ببالغ على فكرة، لو تركزوا كده هتلاقي ان انا اللي بقوله صح. النهاردة حضراتكم قرارات عاجلة للرئيس السيسي اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022. مين اللي موجود مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاجتماع؟
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والوزير عباس كامل وزير المخابرات رئيس المخابرات العامة. يعني كل الشخصيات الثقيلة، الشخصيات المحترمة القوية في الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تحس النهاردة الاجتماع ده احنا داخلين حرب قدام السلع اللي ممكن حد ينقصها في السوق من التجار اللي عايزين ندخلهم السجن، وان احنا لازم الاسعار تنزل وكل المنتجات لازم تكون موجوده. تمام يا فندم. طبعا الاجتماع كان الرئيس بيتابع توفير الارصده الاستراتيجيه من كافه السلع الغذائيه الاساسيه. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطمن من كل الموجودين الساده الحضور الساده المسؤولين المحترمين اللي كل واحد في تخصصه يقدر ياخد القرار السليم في هذا الاجتماع سريعا. بيطمن اخبار السوق ايه، اخبار المنتجات ايه في السوق، اخبار ايه وزير التموين، اخبار المشاريع ايه، اهل رمضان اخبارها ايه، وزاره الداخليه عامله ايه، كلنا واحد عاملين ايه. اجتماع مغلق كده عشان نعرف احنا رايحين فين. انا بتخيلها بقول لك حرب على اي سلعه تنقص او اي سلعه ممكن تبقى غاليه. اكد وزير التموين توافرها بالكميات المناسبه للمواطنين. وجه الرئيس بالعمل على تنوع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زياده مخزونها لفترات مقبله لا تقل عن 6 اشهر. كنا دايما نسمع احنا عندنا مخزون 3 اشهر، عندنا مخزون 4 اشهر. لا، احنا حضرتك فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويوجه انك انت مش اقل من 6 اشهر الى سنه. ما ينفعش غير كده. الله اعلم الحرب دي هتفضل لغايه امتى. الله اعلم الاحداث اللي بتحصل حوالينا كل شويه، اذا كان كورونا، اذا كان حرب، اذا كان، الله اعلم. احنا لازم نكون موفرين كل المواد الغذائيه للشعب المصري، لل 100 مليون مواطن مصري، ما يبقاش في حاجه ناقصه. اطلع الرئيس على جهود الحكومه لضبط ومراقبه الاسعار في الفتره الماضيه اللي هي الاسبوع الاسبوعين اللي فاتوا دول، وان ازاي الاسعار دي ترتفع ليه. وجه الرئيس بدراسه تكلفه انتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم، وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ. تمام يا فندم. توجيهات. تمام يا فندم. ننزل نشوف مين اللي بيزود السعر، ليه حضرتك زودت السعر، اديله حضرتك قمح زيادة ولا دقيق زيادة، قلل السعر للمواطن المصري. كما وجه الرئيس بسرعه تحديد حافز التوريد الاضافي لسعر ارداب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والاعلان عنه في اقرب وقت. ده كان في اجتماع سابق ان احنا تحديد حافز لتوريد اضافي لسعر الارداب، يشجع الفلاح المصري انه يزرع قمح، يزرع قمح. مصر اكبر دوله في العالم بتستورد قمح، احنا عايزين نقضي على هذا الموضوع بزيادة الرقعة الزراعية، ونشجع المزارع المصري الفلاح المصري اللي دايما عايزين نقف جنبه ان هو يزرع زيادة ويطور من اسلوب الري عشان المنتج بتاعه يزيد، ونديله حافز. هذا الحافز لازم يحدد. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي النهاردة كان في تصريحات ليه ان هذا الحافز مش هيقل عن 60 جنيه للأرداب. ده واحد من التصريحات اللي لسه سامعها او قريتها. يعني وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة. تاني، وجه الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية الخاصة القوات المسلحة، وزارة التموين، وصندوق تحيا مصر، لتوفير السلع الغذائية بمنخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية. أنا آسف.
صندوق تحيا مصر ابتدى يخش في الموضوع، وزارة الداخلية ابتدت تخش في الموضوع، وزارة التموين طبعا هي المسؤولة عن الموضوع ده، القوات المسلحة المصرية زي ما شفناها طول الوقت من بعد 30/6/2013 تقف بجانب الشعب المصري في أي حاجة هو بيطلبها أيا كان الحاجة دي. إحنا في حالة طوارئ، إحنا في حالة طوارئ، بس طوارئ وعارفين إحنا هنعمل إيه. النهاردة بعد ما كان أهل رمضان هيبتدي كان يوم 24 اللي جاي، لا قرار نهائي إنك أنت ابتدي النهاردة 15 مارس. كل محافظات مصر فيها أهل رمضان بكل التخفيضات الهائلة والأسعار الهائلة والجودة الهائلة العظيمة. بعد أن كان 24 مارس بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، تخصيص أجنحة بقرب السلاسل الاستهلاكية وفروع مشروع جمعياتي لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20% إلى 30%، خاصة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر وغيرها من السلع. كل سنة وحضراتكم طيبين. الدولة المصرية عارفة هي بتعمل ايه، ولو في سعر زاد في اليومين اللي فاتوا دول هينزل، وما فيش مرة القيادة السياسية وعدتنا بحاجة وخلفت زي ما انا قلت امبارح. والتجربة شايفينها من يوم 30/6/2013 الى يومنا هذا مرورا ب 2014. وزي ما برضو قلت امبارح في المقدمة، الحاجة بكل شفافية اللي تقدر الدولة المصرية انها هتعملها هتعملها بنفس اسلوب قرارات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لما بيقول الحاجة يبقى تمام يا فندم. معرض الرئيسي اهل رمضان سيكون بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. طيب في ايه تاني حصل النهاردة؟ يبقى احنا عندنا الاجتماع الخاص بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السادة المسؤولين تموين، دفاع، مخابرات، داخلية. الموضوع مش هزار، الموضوع مش هزار. الشعب المصري لازم يخش رمضان وهو مرتاح، والأسعار والتضخم اللي بيجي لنا من بره ده لازم الدولة المصرية تمتصه وتدي الأسعار وتدي المنتجات الغذائية بسعر مناسب لكل المواطنين المصريين. ده زائد الكراتين حضرتك، المليون كرتونة اللي هتتوزع على كل محافظات مصر الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، وهكذا. عشان كده بقول وبوصف ايه، احنا في حرب امام الغلاء واستغلال التجار البشع للمواقف اللي بتمر بيها الدولة المصرية. مش بتمر بيها الدولة المصرية بقى، الكرة الأرضية بتمر بيها. مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة تصل إلى 60% يا مصريين. وزارة الداخلية مشكورة للمرة الـ 22 بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وزارة الداخلية تطلق المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من 15 مارس إلى 13 إبريل، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرع، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية والغير غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 60% يا مصريين، وذلك بالمنافس والسرادق بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية والمتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة على أن تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة. طبعا وزارة الدفاع، القوات المسلحة المصرية، القوات المسلحة المصرية أكيد هيبقى ليها دور قوي جدا. ده احنا ياما في خلال السنوات الماضية ياما كنا بنشوف المنافذ اللي بتنزل منتجات القوات المسلحة المصرية اللي هي أسعارها جميلة جدا ومدعمة جدا. ده غير العربيات اللي حضرتك دايما بنشوفها في كل ميدان في جمهورية مصر العربية. حضراتكم
ده غير وزارة التموين تعلن عن وصول 100. انا الخبر ده لحضراتكم قلته امبارح، وبفضل الله، بفضل اكيد المجهودات الاجهزة الامنية والاجهزة المختصة بهذا الموضوع، انها اتحركت بشكل قوي جدا وبسرعة جدا، انك انت يبقى عندك وزارة التموين تعلن عن وصول 189 الف طن قمح روسي واوكراني وروماني خلال ايام. اكيد الاجهزة الامنية والاجهزة المعنية بهذا الموضوع اكيد كان لها دور كبير جدا انك انت الشحنة دي تجيلك بسرعة، ولا ايه؟ ده احنا في حرب هناك. مئة قافلة تجوب القرى والنجوع بمنتجات معرض أهل رمضان في المحافظات، ده غير الأماكن الثابتة اللي ممكن تبيع فيها حضرتك منتجات أهل رمضان. عندك مئة قافلة تجوب القرى والنجوع بمنتجات معرض أهل رمضان في المحافظات. افتتاح 160 شادر بكل المحافظات على مستوى الجمهورية. غير هذا المجهود العظيم في الفترة اللي فاتت وهذه الفترة يعني القادمة، كمان كان في إجراءات عشان يا جماعة انتوا بعض الأحيان بن المنتجات بتاعتك الزراعية، بعض المنتجات بتصدرها وتكسب الفرق ما بين انك انت تجيب يعني منتج برضو جيد وتستورده مثلا بسعر رخيص وتقدر تصدر المنتج اللي عندك ده بسعر غالي فتكسب دولار أفضل. فاهمين حضراتكم اللي انا بقوله ده؟ مثلا الفول زي ما ضيوفنا الاعزاء في صفحه جديده الساده المسؤولين اللي بيقولنا هنا قال لك ان احنا بننتج فول، بن 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 بنزرع فول، والفول بتاعنا ذو جوده عاليه جدا في كل جميع انحاء العالم، بيحب الفول، حبه الفول المصريه، فلما بنصدره بنكسب دولار. عندك ممكن تستورد، بنعمل ايه؟ بنستورد بعض منتجات الفول بسعر رخيص، فانت كده بتعمل ايه؟ بتكسب دولار وفي نفس الوقت بتكفي السوق. وعلى الرغم من ذلك اخذوا قرارات بانك انت نمنع التصدير المنتجات الزراعية الهامة والسلع الغذائية الهامة الاساسية في مصر لمدة 3 شهور. مش هنصدر حاجة، لا، كفي السوق المصري بتاعك، احنا في حالة طوارئ. حظ تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والقمح والدقيق بجميع انواعه والمكرونه بانواعها لمده 3 شهور اعتبارا من 11 مارس الماضي. يعني سياسه مصر منذ عده سنوات بناء على توجيهات الرئيس السيسي لحمايه الامن الغذائي المصري، توفير احتياطي من السلع الاستراتيجيه في القمح والرز والزيت والسكر والبقوليات من 3 الى 12 شهر. فحضراتكم في خبر حلو، انا النهارده كنت بحضر يعني للمقدمه اللي انا دايما بحضرها لحضراتكم دي، قريت خبر ان البنك المركزي بيقول ايه؟ بيقول ان في 57 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات متناهيه الصغر استفاد منها اربعه، اسمعوا الرقم ده، 4.2 مليون مستفيد. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، إن الدولة المصرية بتشجع كل الشباب اللي أو حتى الكبار في السن اللي عايزين يعملوا مشاريع متناهية صغر أو صغيرة. عندك 57 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات متناهية الصغر استفاد منها 4.2 مليون مستفيد. عارفين يعني معناها إيه؟ إن إحنا عندنا 4.2 مليون مشروع جديد في جمهورية مصر العربية. طبعا المتناهية الصغر دي حضرتك في جميع محافظات مصر وفي قرى مصر، في قرى مصر ومحافظات مصر، وأي ممكن طبعا تكون كمان في القاهرة. يعني لما يكون عندك سيدة عايزة تعمل يعني مشروع صغير متناهي الصغر عشان تكسب منه، عشان يبقى دخلها يعني أفضل، عشان تقدر تعيش أفضل، عشان تعرف تربي ولادها أفضل، عشان 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 استعدادا
ليه؟ هذه المشاريع الصغيرة دي ومتناهية الصغر هي دي حضراتكم المشاريع دايما اللي بنت الصين، اللي هي أقوى اقتصاد في العالم. هي قائمة على إيه؟ إنك أنت في كل بيت ممكن تنتج حاجة صغيرة، الحاجات الصغيرة من كل بيت دي تتجمع وتخش في إنتاج حاجة كبيرة. إحنا في طريقنا إن إحنا نتبع هذا الأسلوب، بالإضافة طبعاً إن إحنا بنقف بجانب كل السادة المواطنين اللي عايزين يعملوا مشاريع متناهية الصغر عشان نقف جنبهم ويعملوا مشروعهم يعني، ويكسبوا يعني ويكسبوا، يبقى فيه ليهم دخل يعني، للوقوف بجانب أكثر فقراً والأكثر احتياجاً يعني. من أول البقرة الصغيرة جداً اللي هي بتتربى عشان تاخد منها لبن ولحوم، وزي ما ذكرنا امبارح وقلنا انه فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية عايزة هي اللي تتحمل فرق انك انت يبقى بدل ما يبقى عندك بقرة بيطلع منها كمية لحمة وكمية لبن قليلة، لا نجيب لك سلالات من بره ونقدر نربيها ويبقى فيها تكاثر اكتر واكتر ويبقى في مزارع، ها، وندي لك يا الفلاح المصري والمواطن المصري الاكثر فقرا واكثر احتياجا اللي هو عايش على البقره دي اللي هي بتطلعه للبن ويبيعه، واللحمه اللي بيبيعها تطلعه هذه السلالات تطلع لك لحمه اكثر والبان اكثر. انا اعتقد ان انا مش هكون ببالغ لما بقول انه الدوله المصريه اليومين دول في حالة استنفار يعني طوارئ. كل القطاعات شغالة على ان احنا هنقضي على هذه الموجة التضخم اللي موجودة في جميع انحاء العالم، وان شاء الله هننجح في ان احنا نخش رمضان والمنتجات كلها تبقى موجودة، مفيش اسعار غالية، مفيش منتج ناقص بإذن الله تعالى. وأنا واحد من الناس اللي بتثق بصراحة شديدة جدا في الدولة المصرية بعد ثورة 30/6/2013، وبعد ما فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي تولى زمام الأمور في 2014. مفيش مرة حضراتكم الدولة المصرية وعدت بحاجة وخلفت. وإن شاء الله بإذن الله تعالى بالمجهود العظيم اللي بيحصل في بلدنا ده، إن شاء الله الأسعار هتبقى أقل والسلع هتبقى أكتر وأكتر. السادة الإعداد، عندنا تليفون ولا ما عندناش تليفون؟ في عندنا تليفون يا سادة يا كرام؟ طيب عمال لما يبقى يعني السادة الأستاذ أسامة رمضان النهاردة يعني عايزين نحاول إن احنا بإذن الله تعالى يبقى معانا تليفون كده نتكلم في بعض الأمور. خلينا نستعرض بعض من الأخبار حضراتكم الهامة جداً.